لخذوا القرار هم الزملاء الأطباء البياترة، على خطر عندهم إشكالية من سنة 2019 بالنسبة للتسعيرة هذه اللي هي 450 مليم للأغنياء. رئيس النقابة يصبر فيهم، نعم 23 ما نجمش يصبرهم، قال لك ثم اللي استقال وثم اللي قال لك ما نجمش نخدم. العمادة هو دورها وشنو؟ تنظيم المهنة. المهنة ما تنجمش تتنظم كان تطلب الناس باش يخدموا بأسعار مخسرة، ولذا العمادة ما تنجم كان تساند المطالب الشرعية نتاع منظوريها، والحلول موجودة، أما يلزم السوق لطاولة الحوار مع النقابة باش نلقوا حل. خاطر التوكيل الصحي وشنو؟ ما قلنا تكليف من طرف وزارة الفلاحة للأطباء البياطرة بالقيام بحملة التلقيح المجانية. التكليف هذا جاء أولا في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، أيضا جاء في مبدأ الوقاية خير من العلاج، يلزم نلقحوا القطيع باش نحموه من الأمراض الخطيرة والأمراض الكارثية اللي تتعدى للإنسان. خاطر المنظمة العالمية للصحة تقول لك 60-70% من الأمراض الخطيرة جدا والكارثية لدى الإنسان هي من أصل حيواني. الحاجة الثالثة جاء في مبدأ صحة واحدة، خاطر المنظمات الكبار، المنظمة العالمية للصحة ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ما عادوش يحكوا على صحة الإنسان ولا صحة الحيوان ولا الصحة البيئية وحدها، كل شيء مربوط ببعض. هذه راهي حقوق مشروعة، ما تنجمش تقول راني خدمتي منظمة وبأسوأ أقل من الزهيدة، وخاصة الحملات هذه اللي يقوموا بها الزملاء راهي في الأرياف وفي الجبولات، معناها راهو ما يخلصش الشيء.